مشاهدينا، وللحديث عن بيان هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن القصف الذي استهدف قطاع غزة وتداعياته، معنا مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. مقتل 13 فلسطينيا في غارات جوية شنتها قوات الاحتلال، ما خطورة هذا القصف من حيث التوقيت وكذلك الشخصيات المستهدفة؟ حياكم الله أخي الكريم. بداية، هو تصعيد جديد وتصعيد خطير من الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وحقيقة هذه المجزرة التي راح ضحيتها أطفال ونساء مع قيادات من الحركة من حركة الجهاد الإسلامي، كانت واضحة أنها تأتي في وقت غدر من الكيان الصهيوني الذي كان هناك بينه وبين الفلسطينيين مرحلة أو فترة تهدئة بعد أن استشهد الأسير فضل عدنان. نعم. الذي استشهد في سجون الاحتلال، فكان التوقيت هو غدر لهذه القيادات. وهنا نلاحظ أن الكيان الصهيوني يبطش بطشا كبيرا وإجراما واضحا بحق الفلسطينيين، فلا يراعي طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. والقصف كان باستخدام 40 طائرة كما صرح بذلك الاحتلال الصهيوني، 40 طائرة لاستهداف 3 قادة من حركة الجهاد الإسلامي. نعم. ثم يذهب ضحية هذه الغارات الجوية 13 فلسطينيا. فهذا يعني أن التوقيت هو توقيت غادر، توقيت جبان، ويعطي إشارة واضحة أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يفي بوعد ولا عهد ولا ميثاق، فهذا ديدنهم. وهذه هي جرائم الاحتلال، وهذه السلسلة من المجازر لم تنتهي منذ أن احتلت على فلسطين بدعم دولي غربي وإلى يومنا هذا ولن تتوقف. طيب دكتور، ما ضرورة وجود رد عربي حاسم، لا سيما مع حديث رئيس حكومة الاحتلال عن استعدادهم لحرب شاملة على جبهات متعددة؟ حقيقة الرد الحاسم هو واجب كل البلاد العربية والأنظمة العربية، سواء حتى على مستوى الشعوب أو مستوى الحكومات. ولا يظن ظان أن هناك ضعف من الدول العربية أو أنها لا تستطيع، ولكن للأسف هناك تخاذل واضح جدا أمام القضية الفلسطينية. بدأت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، والآن نرى من كان يتذرع بأنه يريد أن يخفف عن الفلسطينيين من خلال التطبيع، نرى أن التطبيع أصبح وسيلة أو أداة تستخدمها قوات الاحتلال بالبطش بالفلسطينيين. وهذا ما حذرت منه الهيئة وغير الهيئة، لأن التطبيع هو معناته أن على الكيان الصهيوني مسموح له أن يفعل ويرتكب المجازر الكبيرة. فواجب على البلاد العربية والبلاد الإسلامية وحتى على بلاد الغرب الذين يدعون الديمقراطية، واجب عليهم أن يقفوا وقفا حازما، وقفا جادا أمام هذه الانتهاكات الصارخة بحق الفلسطينيين الذين هم أهل الأرض وأهل التاريخ لهذا البلد. الكيان الصهيوني الغاصب جيء به وزرع إجبارا ورغما عن الفلسطينيين، فواجب الفلسطينيين هو الدفاع عن أرضهم، واجب العربي هو مساندة الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم وطرد المحتل مهما بلغت من ذلك من تضحية. طيب دكتور، موقف هيئة علماء المسلمين مما يجري بضرورة توحيد الموقف الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية، إلى أين يسير هذا الموقف؟ حقيقة هذه الدعوة لا بد منها، ولا خيار أمام العرب ولا أمام المسلمين في تحرير فلسطينيين في تحرير أرض فلسطين إلا من خلال توحيد الكلمة داخل الشعب الفلسطيني أرض فلسطين، ودعم العربي الكامل لفلسطين وللمقاومة الفلسطينية. ولا خيار أمام ما يرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر دموية إلا بدعم المقاومة الباسلة والشد على أيديهم لدفع غائلة العدو الذي يحاول بكل الوسائل وبأبشع الجرائم، بارتكاب أبشع الجرائم، أن يرغم الفلسطينيين على أن يتنازلوا عن أرضهم وعن حقهم في أرض فلسطين المغتصبة. ولكن حتى لو ترضنا كان هناك تراجع من الفلسطينيين، فلا يمكن للكيان الصهيوني أن يفي بعهده ووعده، وإنما سيحاول بكل الطرق أن ينفي كل شخص له صلة بهذه الأرض
لأنهم يعلمون أنه متى ما كان هناك وفي هذه الأرض شباب يدافعون ويطالبون بحقوقهم، لا بد للكيان الصهيوني أن يأتي يوم ويخرج من هذه الأرض، حتى لو بقي قلة قليلة تحارب العدو وتقاوم العدو لتخرجه من أرض فلسطين. في هذا الإطار دكتور، هل يعول على موقف دولي يوقف انتهاكات الاحتلال؟ يعني لا سيما أن القصف يأتي في أثناء كما ذكرتم مدة التهدئة المعلنة بعد وفاة الأسير خضر عدنان. للأسف نحن تعودنا الغرب هو داعم للكيان الصهيوني ويصرح بدعمه المطلق للكيان الصهيوني، فالكيان الصهيوني يقتل ويرتكب جرائم ويرتكب مجازر بحق الأطفال بحق النساء بحق المدنيين، وترى الغرب إما يصمت وإما أنه يعطي للكيان الصهيوني الغاصب الحق في ارتكاب المجازر. فلا يمكن أن نعول على الكيان الصهيوني من خلال أنهم ننتظر منهم موقفا حاسما، ولكن يمكن أن نعول على موقف الأنظمة والدول العربية بالضغط على الغرب وعلى كل من يساند الكيان الصهيوني في أن يحاسب الكيان الصهيوني على جرائمه، لأن الكيان الصهيوني الآن أصبح يرتكب الجرائم ولا يعاقب عليها، وهو كما يقولون أمن العقوبة فأساء الأدب. نعم. طيب هنا ماذا عن الموقف الفلسطيني؟ إلى أي مدى يجب أن يخرج عن ردات الفعل، لا سيما مع تصوير الاحتلال أن هذه الهجمة أو هذا القصف يستهدف فقط حركة الجهاد؟ حقيقة هذه التصريحات من الكيان الصهيوني أنه يستهدف فقط حركة الجهاد الإسلامي أو حماس هذه كذبة، وإنما يحاولون التفرقة بين الشعب الفلسطيني ووحدته ويجزئونه كي تسهل عليهم عملية اغتيال المقاومين، وإنما واجب على الفلسطينيين أن يقفوا وقفة واحدة وأن يردوا على كل اعتداء يستهدف سواء حركة الجهاد الإسلامية أو حماس أو حتى أي فرد فلسطيني. واجب على الشعب الفلسطيني أن يدافعوا على الشخص الواحد والعشرة باتجاه واحد وبقوة واحدة، ولا يتراجعوا قيد أنبلة لأننا نتكلم عن كيان غاصب مجرم، وإنما يحاول بكل السبل والوسائل أن يفرق الشعب الفلسطيني لكي تسهل عليه استهداف الفلسطينيين وقتلهم وارتكاب المجازر بحقه. الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا.